بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق سكون أغلب ما يعرضوا رجوع الإسلام لهذه الأمة المحرومة من الإسلام. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. Ne suis pas ta passion ou tes passions. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى مش عمل. Il va vous dévier, faire dévier de la voie divine. إذا كان هواك ولا سمعة فقط لا حقيقة لها بل تولي تجمل صورتك عند الناس وضيعت اللي انت مامور باتمامه وهو القضاء العادل بين المتخاصمين. وناور ربي اللي كان سيدنا داود رغم هذا التنبيه وهذا الامر الرباني وقع لانه لم يعدل بين المتخاصمين وهم ملكان كريمان. نزل وتصور المحراب اي وصل مكان عباده سيدنا داود عليه السلام و واحد منهم قال انا خو الثاني واني عندي نعجه يعني زوجه واحده والله اعلم ماذا يقصد بنعجه. وجاء خويا قال لي خليني نضمها لنعاجي 99. فعاود يستمع للثاني عجل قال قد ظلمك وكثير من الخلطاء يظلمون بعضهم بعضا. نسأل الله السلامة والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.